المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. مثل ما بتعرفوا حلقتنا هلا راح تكون رد على تعليقات المسلمين، وطبعا معي في الحلقة الأخ جانو، أخونا جانو. طبعا هو السباق دائما في الاتصال على عبر سكايب، وصديق البرنامج دائما منذ البداية. بصراحة خلونا بالبداية نرحب بأخونا جانو. جانو أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا حبيبي جان، أهلا وسهلا بالمشاهدين والمستمعين كمان. أهلا وسهلا فيك جانو، أهلا وسهلا. طبعا أصدقائي، يعني نحن الفكرة من الردود على تعليقات المسلمين يعني هي التواصل وشرح أفكار المسلمين، إذا في عندهم أفكار هي يعني، ومبين يعني مدى العقلية اللي شايلينها. وهن بصراحة يعني أنا هلا راجعت شوية تعليقات ما لقيت فيها غير السباب والشتائم. بالنهاية الشتيمة بقول لك ليش عم تجرحها مشاعري، ليش عم تسب ديني، ليش ليش ليش، مشان شعورهم كثير مرهفة، ف إذا ضربها هو النسيم راح تنجرح حبيبي. وشعورنا احنا مثل ما بيقولوا نس الكونكريت الحديدي، فما بتأثر علينا أبدا. هن هيك مفكرين بصراحة، هن كلهم شعراء وكلهم موسيقيين وكلهم فنانين، لذلك شعور رأسهم نبيهم الصلعم بالضبط. ابن كثير صلعومي الصلعومي الصلعومي كثير حلو. طيب خلينا ندخل على هالتعليقات هي ونشوف. أنا شايف كمبيوتري اليوم بالمرة تعبان، يظهر دعاءات صلعم عم تجيب نتائج. لا حبيبي، لا دعاء صلعم ما بيجيب النتائج، السكايب والجوجل يمكن. السكايب أنا متأكد إنه عم بيسووا شيء أشياء أبديتينج في السيرفر وهيك أشياء، مشان عندي كمان كان عندي نفس الإشكال، بس الجوجل ما بعرف. على كل ولا يهمك، يعني راح نشوفهم وراح نشوف، اكيد راح نقدر ندخل يعني على التعليقات. بس تايم تو تايم مثل ما بقولوا الحظ بيجي معهم. على كل طيب هي ندخل على صفحه التعليقات. خليني بس اشياء اسوي شير للصفحه وندخل نساوي مثل ما بقولوا وان باي وان. اذا شايفين الصفحه عندكم حبيبي جانو، شايف الصفحه ما هيك؟ شايف. تمام. انا راح اقرا التعليق هذا بصراحه، هي من 11 دقيقه. ابد انكم تريدونني قناعه حيث قناعتي قديمه تجاه الدين كفكر بشري توفرت شروط موضوعيه لظهوره، ولكن بما استمع له من عند من عدد شيخنا حكمة وباقي شيوخنا مثل حامد عبد الصمد وهشام يزيدني قناعة بما كنت أعتقد، وشكرا لكم جميعا. يعني أول شيء السيدة آد أنا بصراحة يعني أحييك على أنا كمان كان بدي أشكره على نفس يعني الكلام شوية مهذب، مش مقتنع بس يعني بيقول آراءه تفكيره، فهذا الشيء احنا ما عندنا اي اختلاف عليه. اذا مثل ما بيقول نبينا سامي دب، حتى اذا تعبت قرت هذا مشكلتك ومش مشكلتي. اهم اشكال الي انه ما تجي تقتلني وما تجي تتعدى علي، هذا هو هو المشكلة مو هون. المشكلة انه لما بيقول لك زدتوني قناعة قديمة تجاه الدين كفكر بشري وتوفرت فيه الشروط الموضوعية لظهوري. طيب يعني شو الشروط الموضوعية؟ يا ريت كان ذاكرنا الشروط الموضوعية. على كل انا راح اقرأ زيزو، هذا اللي كان بده يحرق الارض تحت أقدامنا وبده يحرق
فكاتب جريدة طويلة عريضة. أنا راح أشارك راح أشارك الصفحة مع الأصدقاء، يعني ما بعرف إذا بقدر أكملها بالقراءة ولا لا. زيزو زيزو الأخ زيزو طبعا موجه الرسالة هي للأخ حسان اللي كان معنا امبارح ضيف بالبرنامج. تابعته كان كثير مميز عن جد الأخ السوري حسان طبعا أكيد. عم بيقول أولا شكرا لك أخي حسان على أخلاقك العالية، وأنت طريقة كلامك كثير مهذبة ولا تستخدم الشتائم، مو هيك سيد جان؟ فهي عم بيوجه لي إلي السيد زيزو. سيد زيزو لو أنت داخل علينا بدون تهديدك الأرعن هذا، أنا أكيد ما كان جاوبت أي أجوبة يعني برات الطريق، بس أنت دخلت علينا وكأنك شايل السيف. عفوا جان، ممكن توضيح يعني بس مشان هالمداخلة أو التعليق. المحللين أبدا ما بيحبوا أنه يصير في مشاجرة كلامية أو تصير في الغلط في الحكي. هم وناس كتير طيبون وكتير خلقون، يعني ما في حدا من الملحدين بده انه يجي حتى اذا ما عنده اي شيء، يعني ايمان باي خالق، بس ما بحب انه يؤدي او يؤدي المستمعين. يعني مش فقط عنده، انا بنفسي كملحد عندي قناعه تامه انه الشخص اللي ما بيحترم الانسان والنبات ما بيحترم الانسان، يعني النبات والحيوان ما بيحترم الانسان. اي شخص ما بيحترم النبات والحيوان ما بيحترم الانسان، يعني هذا قاعده. اذا احترمت الحيوان واحترمت النبات فاوتوماتيكيا تحترم الانسان، لان في علاقه مترابطه بين الإنسان وبين البيئة اللي تعيش فيه، مش فقط المجتمع، البيئة. هذا البيئة تتضمن الحيوان والنبات، فعندما تسقي النبات فتكون الشجرة ترتاح تحتها. إذا بتوكل الطيور تجي لك، ما بتخاف منك، ما بتهرب منك. فهذا هو إنسانية الملحد. وما بيحب ابدا، لا بالعكس، دائما الملحد بده يناقش بافكار، الفكر بالفكر. بس المشكله فيكم انتم دائما لما جاب سيره النبي، لما بيقول لك مثلا ليش نكح بنت عمرها 6 سنوات، انتم تقولون 9 سنوات. اوكي 9 سنوات، انت كيف تقبل على نفسك يا مسلم انه بتصير هيك شيء؟ ليش بتقبل على نفسك انه تزبي الناس، يعني البنات الناس غير المسلمين؟ كيف تقبل؟ كيف تقبل كثير اشياء مغلوطه لا اخلاقيه موجوده في 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 عمق المعتقدات تبعكم وانتم تفتخرون فيها؟ ولما بنناقش هالاشياء هالنقاط انتم بتجون وبتغلطون علينا، ما بتقولوا، ما بتبرروا. مثلا قرات على تعليق احد الاخوه كان كاتب انه اذا صار فيضان في مكان ما في العالم وملحد موجود، واذا جيرانه وكلبه موجودين راح يمسك بكلبه، بس ما راح يترك الجيران المسلم انه يغرق. هو الاخ اصلا ما فكر انه الكلب فطريا بيعرف السباحه، هذا اول شيء. ثاني شيء، كيف راح يترك صديقه او جيرانه حتى اذا بيكون بيعبد القرد؟ انا شخصيا كنت في 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 مرحله مراهقه من عمري حرق بيت جيراننا، أنا دخلت للنار وخرجت طفل، وكنت معرض إنه تنحرق، وحرقت في أماكن، بس ما كان همي الوحيد إنه أطلع شخص طفل كان في الغرفة.
وما كان الرجال البيت موجود. فأرجو أرجو أنه تبتعدون عن هذه الأشياء. ودائما بشوف تعليقات أنه المسلمين عددهم كثير، يعني مليار، الحقيقة مش بالمليار أو بالعدد، الحقيقة أنه مثلا راح أديك مثال، أنه حزب الشيوعي الكومونيست كان أكثر من المسلمين، بدليل أنه الصين وروسيا وكثير كل دول الأوروبية كان في أحزاب وكان في انتماءات. حتى في أمريكا في 1919 كان عندهم حزب الكومونيست الأمريكي وكان عددهم أكثر من المسلمين. بس هذا مش دليل على أنه هذا الفكرة تنطبق أو صح. يعني مع العلم أنه الفكرة الكومونيستية أو الاشتراكية كانت فكرة كتير قوية، حتى لما إجا جنرال بسمارك، لما كان الحزب الشيوعي الألماني كان في أوجه القوة، كان راح يسيطر على ألمانيا، بسمارك سوى نفس المعادلة أو نفس السلاح اللي كان بيحارب فيها الكومونيست حاربوا فيه. مثلاً قال إنه لكل شخص حق المسكن والمأكل واللباس. هذا الشيء اللي أدر به بسمارك إنه يسيطر على حزب الشيوعي، وبالفعل طبق، ولحد الآن هذه الفكرة تطبق. السوسيال، النظام شو بيسموه السوسيال، ما بعرف، الاجتماعي، بيطبق في كل أوروبا. هذا الشيء أدى بالنهاية إلى أنه تهدأ الوضع في مجتمعات الأوروبية، وتكون يعني مثل ما بتقول عندهم يعني انتهوا من الفقر، انتهوا النظام الاجتماعي أو شو بيسموها النظام التأمين الصحي. هذه كلها اجت من فكر الماركسي، لكنه من طبقها شخص ثاني اللي هي بسمارك. تمام، شكرا كثير لك على التوضيح. على كل، يا ريت تعمل ميوت لانه في صدى عم بيصير عندي. انا بدي اكمل تعليق الاخ زيزو ونشوف. بصراحه هو كاتب عدة نقاط، وفي نقاط يعني بصراحة أنا فهمانه، هو شخص سوري يعني، وللأسف الشديد يعني المشكلة هو فهمانه رأسا على عقب، مو فهمان شيء أصلا من التاريخ، مو فهمان شيء من المهم. خلينا نصل لمرحلة وقت اللي عم بيقول مو هيك يا سيدة جان، ورأيك احترمه وأنت أخي بالإنسانية، وثانيا أنا شاهدت الحلقة كاملة. على كل، إن أنت لا تعتبرنا أخ بالإنسانية، حتى إذا أنت اعتبرتنا يا سيد زيزو أخوة بالإنسانية، أنا راح أطالع الصفحة، أنا راح أتم أقرأها، ولكن يعني شوفوا وجهي الصبوح. على كل، أنا راح أقرأ كما يعني مثل بدون شاشة. عم بيقول أخي بالإنسانية، طبعا إذا أنت اعتبرتني أخوك بالإنسانية، بس دينك لا يعتبر، لأنه ما عنده مقياس الإنسانية، وعنده مقياس الدين، دينك فقط، وكل شيء غير مسلم دينك لا يتقبله نهائيا. عم بيقول أنا شاهدت الحلقة ورح أمشي معك، يعني مع الأخ حسان، خطوة بخطوة. أنا أحيانا أفكر مع نفسي كيف يكون شكل الله، ويوجد مئات الديانات، ممكن الإسلام يكون غلط ويكون مثلا المسيحية والصح، ويجوز العكس، يمكن أي ديانة أخرى تكون صحيحة، بس أنا قرأت القرآن. أنا هون النقطة اللي بتهمني يعني أكثر شيء، عم بيقول أنا قرأت القرآن ولا يمكن لعقل بشري أن يكتب مثل هذه الكلمات. أعطني كاتب ليس في هذا الوقت بل خلال 1400 سنة، كم جيل مر وكم من، وفي بعض الألفاظ حابة وضحها. على كل، كم جيل مام وكم الأشخاص عاشت وماتت، لم يستطع يأتي شخص يكتب مثل ما كتب محمد
وهذا دليل على الكتاب، على هذا الكتاب انه ليس يد بشرية في كتابته، يعني هذا دليل انه ما في حدا قادر يكتب مثله. يعني بدي اسالك اخي زيزو او زيزو افندي، يعني كيف يعني ما فهمني كيف يعني انه ما حدا قادر يكتب مثله، يعني هو شو اصلا يعني في يعني ما حدا بقدر بقول مثلا سلموا على انفسكم ولا مسموح لكم تاكلوا من بيتكم ومن بيت امهاتكم ومن بيت عماتكم بيت خالاتكم بيت ناناتكم بيت، يعني شو هالحكي، شو هالعبقريه اللي اجى فيها محمد عم بيقول لك غير مسموح لك، مسموح لك تاكل من بيت عمتك ومن بيت خالتك ومن بيت نانتك ومن بيت امك. هذا حديث اصلا هذا لا يرقى للبشريه، لا يرقى الا باطفال بتكتبوها. يعني شو مي يعني فهمني شو العبقريه اللي ما حدا بقدر بكتب مثله انه وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. اسخف انسان في العصر هذا بكتب هالكتابات هي، يعني شو مفكر على طيب انا بهالحاله هي انا راح نسمع شويه ايات من الذكر الحكيم انا كاتبها، يعني ما هي شغلة كتير صعبة إنه واحد يكتب بهالتفاهة هاي. وعلى كلنا رح نسمع عنا شوي من الذكر الحكيم ونشوف تفاهة قرآنك، يعني ممكن أي شخص عادي يكتب مثله بدون أي مشاكل. طيب شوف اليوتيوب إذا في عندك أي تعليق جانو تفضل. عندي تعليق. طبعا ما بعرف اخ زيزو قارئ اشعار ابي علاء المعري او امرؤ القيس او ابن الاخطل، ما بعرف قارئ ولا لا. اذا قارئها خليه يقولنا رايه، اذا ما قارئ خليه يقرا وبعدين يجي يقول مين راح يجيب هيك اشياء. ثاني شيء، اشخاص اللي ما بيجيبوا هيك حكي، انت قريت لي فريدريك نيتشه اخي زيزو، قريت لي شوبنهاور، قريت لي عمونيال كانت، روح اقرأ بعدين تعال قول انه ما لقيت. انت لما ما قاري هذا مشكلتك، يعني انت ما بحثت، بس اقرأ راح تلاقي انه اعمق فلسفيا اعمق فكريا من هذا الكتاب اللي بتقول انه هذا من الله. تمام، شكرا. اكيد يعني، وهي المشكلة انه يعني ما بعرف شو الكلام اللي بدك اياه، يعني شو الصعب فيه، يعني اللي بتقولوا عنه بليغ واصلا هو ما بلغ شيء، يعني بدك كل كلمه بدها مفسر، كل كلمه عندها مفسر للقران. يعني اذا بليغ ليش يحتاج لمفسرين اصلا؟ يعني ف يعني اغلب شغلات كثيره موجوده بالقران، روح بحاس. يعني على كل حال نحن مسويين حلقات على هالمسألة هاي. طبعا أخي جان، طبعا ألف لام ميم أخي سأل لقى شو معناتها ألف لام ميم، لقاها يعني المفسرين ما قدروا، بس واحد من حتى لقى شو معنات ألف لام ميم في القرآن. ليش رحلنا المص، شو المص يعني؟ على كل جان ياريت تعمل الألم، ألف لام ميم يعني الألم. على كل يا ريت تعمل ميوت اخي جانو. راح نشوف الايات من الذكر الحكيم. خلينا بس يا شباب بخشوع، ارجوكم تخشعوا، يعني خليكم خاشعين. طبعا نبدا نبيه إذا نطق،
طبعا أصدقائي، هي من آيات جلدة الحنفية العظيمة. يعني بدي أنا الفكرة أنه يا سيد زيزو، الكلام اللي كتبه نبيك كلام تافه، أتفه كلام، وممكن أي شخص يكتب أجود منه بكتير، وشو مقاييس أنه ما بقدر بكتب مثله. يعني أضربوا فوق الرقاب وانكحوا ما طاب لكم وكل هالحكي هذا. يعني شو الشغلة العظيمة إنه واحد يكتب، طفل ممكن يكتب هالتفاهات. على كل إن أنت يعني المشكلة الكيت وجريدة طويلة. أنا بدي بس مسألت بشار والعلوية وإنه هن ما مسلمين وهن ما بعرف شو، والبشار بده يقتل السنة. هذا صحيح، يعني هذا صحيح انه بشار بده يقتل السنة، هذا بكل تأكيد هذا امر صحيح، يعني انا اؤيدك فيه. بس ليش بده يقتل السنة؟ بده يقتل السنة لانه السنة هن اعداء العلوية. العلوية هن اتباع علي بن ابي طالب، ابن عمه للرسول. يعني المسألة دينية بحتة بالإسلام. يعني أتباع علي بن أبي طالب هن مسلمين، شئت أن أبيت. بعرف أنت بتكفرهم وهن بيكفروك، يعني أنت بالنسبة لهم أنت كافر مانك مسلم، وهن بالنسبة لك كفار من مسلمين، والشيعة بالنسبة لك كفار من مسلمين، وأنت بالنسبة للشيعة كفار من مسلمين، وكلها تكون داخلين بهالخبيصة هاي. كلكم عم تكفروا بعضكم، وكلكم عم تذبحوا بعضكم مشان ورثة محمد، الخلافة على كرسي العرش تبع محمد،
خليفة رسول الله. مين بده يكون خليفة رسول الله؟ يعني بيت الأسد، بيت الأسد وجماعة بشار العلوية هن أخدين العاصمة الأموية اللي قتلوا عليها الحسين ويزيد وهالكلاب هدول كل هالشلة هاي. فالمسألة لحد هالساعة هاي مين بده ياخد خلافة علي بن أبي طالب، الحسين ولا يزيد ولا هدول ولا هالجرابيع الصحراء هدول، ومين دمشق؟ يعني للأسف الشديد دمشق هي اللي دفعت الثمن تكالب هالكلاب الصحراء. على كل إن أنا ما بدي أطول معي لأنه مسألة اللي صاير بسوريا للأسف الشديد أطفالنا راحت، مستقبلنا راح، ما تمنى مستقبل، وأمثالك بيجوا بحطوا هالخرافات والخزعبلات في رأس أطفالنا حتى لما يكبروا يأكلوا لحوم بعضهم مثل ما شفنا على الشاشات، ويذبحوا بعضهم على الشاشات. يعني ابن الساحل وابن حلب وابن حماة وابن الشام، يعني شو اللي مفرقهم غير هالدين النجس هلا؟ شو اللي يفرقهم؟ نحن أولاد بلد وحدة، نحن أصلنا لا يعني ليس بصحراوي قزر. يعني أنا مثلا أنا شخص كردي، أنا جيت سكنت بمدينة حلب. السوريين الموجودين اللي هلا تعربوا غصب عنهم، ونحن بالفترة الأخيرة تعربنا حزب البعث، يعني السوريين موجودين في هالبقعة هاي هم أهل الأرض، وليست لغتهم عربية. في الكردي، في السرياني، في الشوري، في كتير لغات كانت موجودة، يعني لغات كانت موجودة وليست عربية. يعني أنا هلأ عم بحكي عربي وأخوي جانا عم بحكي عربي، مو بكيفنا، يعني مو أنه نحن راغبين أنه نحكي عربي ولا. وهي اللغة ما هي مشكلة، هي اللغة وسيلة تواصل بين الناس، يعني بين البشر، ما هي مشكلة كتير صعبة، ما هي بنقدر نتجاوزها، ما في مشكلة، ما عنا المشكلة مع اللغة. ولكن أنه تنفرض عليك بحد السيف، نحن هي مشكلتنا. روح دور على جذورك سيد زيزو، مهما كنت، يعني إذا كنت تركماني ولا كردي ولا سرياني ولا مسيحي، ولا أنت مانك مسيحي واضح سني يعني، ولكن يعني أولاد سوريا كلهم من هالطوائف هي. على كل في عندك أي تعقيب أخي جانو؟ قبل شوي لما كنت مع ابن الكثير، طبعا تحياتي لاخ حكمه، اخ عزيز طبعا بيسوي جهود كثير طيبه، يعني كان واحد اسمه محمد يونس، اعتقد انت قريت واحد من تعليقاته، بيقول انه الجزيه فرضت مشان المسلمين يدافعون عنك. المسلمين يدافعون عني ولا يجوا يقتلوني؟ أول شيء قتلوني بعدين طلبوا جزية، يعني كان ما بعرف كيف يطلب مني جزية ويدافع عني، ولا هو فيلم هندي وما بنعرف فيه، يعني بياخذ مني جزية، أول شيء راح يجي يقتلني ويزبي أخواتي وأمي وكل أهلي، وثاني شيء أدفع له جزية مشان يدافع عني. كيف يعني؟ إلى أين وصل عقولكم؟ يعني أنت حاشا سامعين مثل النعامة، حاط راسك تحت الأرض مشان ما تشوف الحقيقة، أو واقف قدام المراية وبتخاف أنه تشوف وجهك القبيح اللي ما بدك تشوفين، اللي ما بدك تشوف قدامك، يعني أو راح تتخطب منه، هل أتساب قبيح؟ فرجاءً روحوا اقرأوا أمهات الكتب اللي عندكم، روحوا اقرأوا القرآن وتعالوا ناقشونا، مش أنه تيجي بس تسمع أخي جان أو أخي سال أو أخي أحمد حرقان أو دكتور جورج بول أو أي أخ من أخواتنا، لما بيقول شيء بتهاجم عليه وبتغلط عليه وتسب أخته وأبوه وأمه. رجاءً فقط إذا بدك
يعني تقول شيء ناقش بالفكرة بدون إنه تشوف واحد جاي هو مسمي حاله ماروكو وبيقول الأكراد والما بعرف الأمازيغ والعرب كلهم يساووا صفر وما بعرف شو. طيب أنت يا أخي أنت ليش مسمي حالك ماروكو؟ لازم تسمي نفسك العالم، مشان أنت مش مؤمن بأي حقوق من هذه الحقوق، أنت بس تؤمن بحقوق العالم، يعني إحنا فقط إنسان. أوكي ما اختلفنا، أنا كمان كشخص بؤمن بأنه من حق كل شخص. حتى فولتير عنده كثير حكي قيم بيقول حتى إذا اختلفت معك فأنا مستعد أنه أدافع عنك حتى الموت، أدافع عن آرائك حتى الموت. فيا أخي أنت إذا عندك اختلاف رأي ما عندنا مشكلة، بس كون عقلانيا، تعال ناقش. يعني ليش تنزل نفسك؟ أخي صديقي 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 يا جانو، ما أظن الشخص المسلم هو عقلاني لدرجة يناقش، لأنه بعرف شيء. كان أنا إحنا كنا مسلمين، إحنا ابن هذا البيئة. أنا لم أصير ملحدا مشان بحب الإلحاد أو مشان إنه الإلحاد هي شيء فانتاسي خيالي. لا، من كتر معرفتنا بالحياة، من كتر معرفتنا بالدين، من كتر معرفتنا بالعلم، أنت لما تيجي تقول إنه هذا الكتاب من عند الله، عيب عليك إنه هذا الكتاب من عند الله، لأن الله ما عنده إيد ولا عنده دم مشان يحكي، إذا في موجود يعني فرضا بين قوسين. لأن شكرا جانو، وضحت الفكرة. طبعا في السيد محمد يونس عم بيقول المقاييس هي خارج عن نطاق الإنسان. يا السلام، كيف يعني خارج عن نطاق الإنسان؟ يعني بدك تقول لي في شيء، يعني قل لي ما بعرف، لا تقول لي خارج عن نطاق الإنسان. يعني خارج عن نطاق الإنسان، وكيف خارج عن نطاق الإنسان؟ ما في شيء خارج عن نطاق الإنسان. إذا في شيء خارج عن نطاق الإنسان ما بدنا إياه، شيء ما بنفهمه ما بدنا إياه. وما بس خليني أكمل، خليني أعلق بعدين بعطيك الفرصة يعني تعلق. بعدين عم تقول من الذي من البشر تكلم عن خلق السماوات والأرض والزلازل والذكر والأنثى وحرم القتل والشرك وحرم الخبث؟ يعني كيف من الذي من البشر؟ ما كل البشر تكلموا عن خلق السماوات، هالخرافات كلها تكلمت عن خلق السماوات والزلازل والذكر والأنثى. أنا عم بحكي عن الذكر والأنثى، هل صرت إلهي يعني؟ وحرمت القتل، أنا بحرم القتل في كل شيء. أنت تحلل القتل، أنت مجرم، أنت إرهابي، أنت تحلل قتل المرتد، أنت تحلل قتل الزاني، قتل تارك الصلاة، أنت تحلل كل الأشياء هاي. أنت المجرم، أنت مين؟ أنت حرمت القتل، أنت مجرم يعني، أنت وإلهك مجرمين إلى أبعد الحدود. أنا من حرمت القتل، أنا لا أسمح بحكم الإعدام نهائيا مهما كان بأي دولة كانت يعني. وأي دولة تطبق حكم الإعدام هي دولة إرهابية مثل نبيك يعني. فتحريم القتل، نحن من حرمنا القتل وليس نبيك وليس دينك. وكل الأديان، كل الأديان بلا استثناء تحلل القتل، تحلل قتل الآخر يعني. هذا شيء ما بده تفكير، ما بده اثنين يحكوا فيه. تفضل أخي جانو إذا في عندك تعقيب. كان عندي تعليق على الكومنت، شو كان بيقول؟ يلا أرى لك إياه مرة تانية. اللي هو عم بيقول إنه شو المقاييس، إنه لأنه كنت عم بحكي عن الأخ زيزو إنه المقاييس الإلهية إنه خارج عن نطاق البشر، يعني البشر ما بيدركوه. ما بعرف انه هو قارئ كتاب النقد في عقل المحط لإيمانويل كانت. لما تقرأ راح تفهم انه
كل شيء لما تروح خارج الزمان والمكان راح تبقى فانتاسي، راح تبقى خيال. يعني ما في شيء في إذا بتخرج في نطاق المكان والزمان راح تكون خيال. مثلا أنا أقول لك جان، أنا رحت من حلب لدمشق بدقيقتين، هذا شو صار؟ خيال، لأن ما في حدا حتى بالطيارة إذا بتروح ما بتوصل من حلب لدمشق بدقيقتين، فهذا خرج من نطاق الزمان، مشان هيك صار خيال. نفس الشيء بالنسبة للمكان، فمشان هيك الفانتاسيا دائما أهم شيء إنه المنطق، بناء كل علم هي المنطق والماتماتيك الرياضيات. لما أقول لك إنه 7 على 0 تقسيم 0 راح تقول لي ما بتصير. ليش؟ لأنه هذا الشيء غير منطقي، أنت ما بتقدر تعطي 7 أقلام لصفر واحد، ما في شخص تعطي، كيف تقدر؟ لأن هذا الشيء صار غير منطقي، وإنما تقدر تقول أنه أعطي 7 أقلام لشخصين أو لكل واحد يصير عنده 3 أقلام ونص. فهذا الشيء بتصير لما بتصير أشياء منطقية، أشياء رياضية. أنت بالمنطق والعلم راح تعرف أنه كل الأنبياء مش فقط نبي الإسلام كذابين وحرامية وقتلة. أنت فقط أهم شيء منك أنه تسأل نفسك لماذا، كيف، أين. هذه الأسئلة البسيطة اللي لازم، لماذا، أهم شيء لماذا. إذا بتسألها من نفسك راح تعرف الحقيقة، بدون أنه تقول أنه هذا شيء مقدس. فقط شيل القدسية يا أخي، شيل القدسية، مثل ما أنت بدك تأخذ دوش وتنزع ملابسك وتروح للدوش، أنت بحياتك ما أخذ دوش وأنت ملابس، حط القدسية جنب، وبعدين اسأل نفسك هالأسئلة المنطقية، راح تشوف أنه كل الأنبياء مجرمين وقتلة وحرامية وأنقص. يعني في أشياء شخص عادي ما بيسوي بس ما سووها. أنا بحياتي ما بقدر أدي أو أقتل أو أي شيء، حتى أصغر حيوان ما بقدر، لأن صدقني كان عندي تير اسمه جانو، طبعا هذا السكايب اللي فاتحها مسمي بهذا الاسم، هذا الطير اللي عندي كان عندي، مات صدقني يومين 3 أيام ما قدرت آكل ولا أشرب، لأن 5 سنوات كان معايا إلى 6 سنوات، فكنت بشتاق له. يعني هذا الشيء كيف أنه تقدر، هذا بالنسبة لشيء حيوان أنت هيك تتأدى، طيب كيف للإنسان؟ حتى إذا اختلف معك كيف؟ يعني كيف تقدر تأذي إنسان؟ الأفكار تتناقش، الأفكار دائما، إذا حتى إذا كان شخص واحد، إذا كان ملايين الأشخاص. يعني دائما بيقولوا المسلمين كتار، طيب لما محمد قال أنه أنا نبي مين كان معاه؟ مين كان معاه؟ كان لوحده. بعدين الصعاليك جوي وارتبطوا معهم وراحوا سووا، حتى 10 سنوات كان في المكة كان بيقول لكم دينكم ولي الدين، ولما رفع السيف صار مجرم وخافوا الناس من حياته وصاروا مسلمين. يعني شوية اعرفوا المنطق وقولوا انه هذا الشيء حصل، مش انه تخبين نفسكم وتكتبون وتلعنون الناس. عفوا، تفضل حبيبي. شكرا جانو، شكرا كثير على كل الاخ اللي عم بيقول انه خارج من نطاق الزمان والمكان. يعني اصلا الانسان عدم الوجود ما موجود. يعني انت لو تخيل حالك قبل ولادتك مليارات السنين، مليارات السنين انت ما كنت موجود. ف يعني تخيل حالك قبل ولادتك، يعني شو نفس الشيء الإله، انت ما كنت موجود.
وجود، ما كان في شيء اسمه وجود اصلا يعني بالنسبه لك، بس انت لما جيت على الوجود صار في شيء اسمه وجود. ولا خارج الوجود، الوجود لا يوجد شيء، خارج الوجود لا يوجد شيء، يعني الخرافات هي والاله الموجود خارج نطاق الكون وخارج هذا كله حكي، يعني بتقنع حالك فيه بلا شيء. يعني انت تصور نفسك قبل الولاده، انت ما كنت موجود، ما في وجود اصلا كان بالنسبه لك، ما كان في شيء بالنسبه لك. يعني على كل خلينا نروح نشوف تعليق اخر من التعليقات الزاكيه. في حسان عبد الحفيظ عم بيقول: اي ملحد يعتقد ان عالم ورائي او انه عالم ووراقي وانساني، وهذا الانسان هو الذي يزني ويسرق ويكتب ويقتل ويكذب ويقتل. على العموم استمروا فيما تفعلون وتعتقدون الى ان ياتي الموت فجاه وتكتشفون ان هناك اله، وسنجلس لكم لنشمت ونضحك ونطلب الله ان لا يغفر لكم، ستكونون السينما بالنسبه لنا. طيب يا سيد حسان، يلي مفكر حالك عالم وفهمان وعلى اساس انت رايح على هذا الميت ورجعان وشايف الاله، وشوف على هالنفسيه. اسمعوا يا مسلمين، شوفوا نفسيتكم الوضيعه هي، انه سنشمت فيكم ونضحك ونطلب من الله ان لا يغفر لكم، انك تضرب انت والله تبعك. يعني لو كانت امك في النار، واغلب نساء النار من النساء، اغلب اهل النار من النساء، يعني كما تبجح به نبيك العرصة، يعني لو امك بالنار رح تضحك عليها وتطلب من ربك الندل هذا، ربك النجس هذا، انه لا يغفر لها، او اختك او عمتك او خالتك وكل ما، ورح تكونون لنا مثل السينما. لك وانت شو انت عم تعبد خرافة، انت عم تعبد خرافة. يعني جاي عم تقول الملحد يعتقد نفسه عالم وراقي وانسان، انساني غصب عنك وعن نبيك. يعني مو ما انا جاي مستنين منك شهادة حسن سلوك، يعني ما انا مستنين من امثالك الوضيعين بهالتفكير هذا، انه راح نجلس ونشمت فيكم ونضحك ونطلب من الله النجس لا يغفر لكم. لك طز فيك في إلهك، نحن مستنين إلهك يغفرنا. طيب أعرف لك التعليق أخي جانو. أنا أول شيء بقول له شكراً، أصلاً أنا ما بدي أدخل الجنة، لأن الجنة تليق لكم مو إلنا، هذا أول شيء. ثاني شيء بتمنى من أعماقي إنه الله يكون موجود، مشان بدي كثير أشياء أقوله في وشه وأبصق في وشه كمان، لأن كيف بيقدر أنا كإنسان عادي ما بقدر أشوف طفلة عمرها سنة سنتين بتبكي من الجوع؟ أنا لما بشوف أطفال السوريين بتألم. في طفل لما داعش هاجم شنغال في كردستان، في طفل كانوا سايبينه تحت الشمس لمدة ساعات، وعيونه صار أعمى من كثر ضرب الشمس. فين كان الله؟ شو ذنب هذا الطفل؟ أنا يومين ثلاث أيام ما قدرت أنام مشان هالمنظر لما شفت. طب إذا الله موجود وأرحم الراحمين، فين كان؟ ولا هو كان في إجازة رسمية للأبد، في عطلة رايح لإسبانيا أو لفلوريدا أو سان دياغو، أعتقد كان رايح لاس فيغاس، كان بيلعب روليت قمار، مشان هيك ما قدر انه يسمع صرخات هذه هذا الاطفال.
يعني كيف أنت تتبجح بالعدالة الإلهية؟ يعني اللي يعني بتألم من جوا إنه يتبجحون بالإله بالعدالة الإلهية. أين العدالة؟ بس قل لي فين ألاقيها؟ في قتل المرتد لأنه فقط مختلف عن رأيك، في السبايا، ولا في إنه تأخذ أرض وبيوت الناس آخرين لأن فقط مش هم مسيحيين أو يزيديين أو من ديانات أخرى؟ كيف تتبجحون؟ الإله هذا الإله مش فقط عفواً مش فقط ألعنوا، حتى في المرحاض ما راح تبقى مكان له، حتى بالمرحاض. على كل بشكرك على التعقيب أخي جانو. طبعاً في الأخ محمد الخطيب أظن محمد الخطيب عم بيقول كل سورية عم تحكي يا الله مالنا غيرك يا الله وينه الله. نعم أخوي بالصراحة، يعني هاي نقطة بتحز بالقلب لما شعب كامل بيطلع، وطبعا عن جهل بيقول لك يا الله مالنا غيرك يا الله، والله ودن من طين ودن من عجين. يعني هالأطفال هاي اللي عم نشوفها على التلفزيونات اللي عم تتدمر تحت القصف والبراميل المتفجرة، شي طيران روسي داخل، شي طيران من الأسد، وشي طيران من أمريكا، وشي قصف داعش، وشي قصف جبهة النصرة، وشي أحرار البطيخ، وكل هالكلاب الفلتانة في سوريا. يعني وأنا أعتذر للكلاب، يعني للوحوش الفلتانة في سوريا. وينه الله وينه يعني وين متخبي؟ صار 6 سنين العالم طقت حناجرها وهي تنادي. يعني إمتى يتدخل؟ إمتى يتدخل؟ شو هالعدالة الضراطية اللي عند الله؟ لا وبتبجح وبيجوا بتبجح المسلمين إنه هي حكمة. شو هالحكمة الضراطية هي؟ يعني فهموني شو هالحكمة هي؟ شو هالحكمة إنه طفل ما ساوى شيء بتاريخ حياته، ما كل حياته 2 3 ما بيعرف شيء، ما بيعرف شيء، صار رضيع على حضن أمه. تجي قذيفة تضرب السقف هو وأمه وكله يروحوا تحت القصف هذا. شو وين العدالة؟ العدالة اللي عم تتبجعوا فيها يا مسلمين. ولك تصفي هيك عدالة، وتصفي هيك إله، وتصفي هيك نبي. ما أقذركم، ما أقذر دينكم. يعني لهالدرجة القذارة وصلت فيكم. يعني لو بس اشتغلوا عقلكم. يعني أنا متأكد كل الشباب السوريين بيدخلوا داخلين مسبات وشتائم، أكيد راح لهم يعني قتلة من أهلهم ومن ناسهم ومن مثل ما راح لنا كمان. يعني شغلوا عقلكم. ليش الأوروبي مثلا بيجي على الدنيا مرتاح بكل سبل العيش متوفرة، إلا نحن لأنه في ورانا علي بن أبو خرى وعمر الخازوق وأبو بكر وأبو خرى وكل هالكلاب العصابة هالشلة هاي. خلونا نفيق من هالوهم هذا، هالخرافة هاي اللي دبحتنا، شتتتنا، سوتنا شحادين على أبواب الناس. شحادين نحن على أبواب الناس. يعني نحن ما بدنا نكون ببلدنا عايشين مكرمين معززين لقمة كريمة، نشوف جيراننا، نحكي مع أصدقائنا، نطلع ندخل نسهر. لازم نروح على أبواب الناس ويستقبلونا وما يستقبلونا، وعلى هنغاريا الزفت هي المنشحة تدخلنا معندها وما تدخلنا لعندها. على شو؟ من وراء واحد علوي حقير من أتباع علي ابن أبو خرى بده ياخذ خلافة محمد الكلب، وبعدين بيجيك هدول السنة بده ياخذوا خلافة الخرى محمد الكلب، وكلياتنا دايرين في هالمعمعة هاي. شو بكم فيه وفيه؟ وبعدين يعني وبعدين أخي جانو تفضل إذا عندك أي تعقيب. على تعقيبا على كلام هذا الأخ وعلى كلامك جان، طبعا مارغريت تاتشر
المرأة الحديثة عنده مقولة كثير كثير حلوة، بيقول المجتمع ما بتغير بالعواطف، المجتمع بتغير بالفكر. أنا بتمنى إنه شعبي، مجتمعي، دولتي بتكون من أحسن الدول في العالم، تبقى تمني. بس الشيء اللي بيغير هذا التمني إلى الحقيقة هو الفكر، عندما تطبق هذا الفكر في المجتمع. أنت أديك مثال، حرب العالمية الثانية، اليابان، إمبراطور الياباني كان نصف إله بالنسبة للشعب الياباني، عندما ضرب القنبلتين النوويتين إلى الأمريكا في هيروشيما وناكازاكي، خرج لأول مرة في تاريخ الإمبراطورية اليابانية الإمبراطور خاطب للشعب وجها لوجه، وقع ورقة الاستسلام للأمريكا وأعتذر من شعبه. من ذاك الوقت بقى يابان هي لحد هلا عند إمبراطور، لكنه ما بيتدخل في شؤون الدولة أبدا، هو كرمز باقي، لكن الدولة هي حكومة وفكر. ولما كان يابان مدمرة تدميرا، والآن انظر إلى اليابان، لماذا صارت هالشيء؟ كيف قامت يابان؟ مع العلم ما عندها لا نفط ولا أي شيء، فقط عند البحر، هي عبارة عن جزيرة والحديد، خلاص ما عندها شيء ثاني. في بيت ما بيها شيء صنع في 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 يابان. كل البيوت في العالم لازم تكون في عندها شيء كاتب عليه Made in Japan. أنت يا مسلم صار لك 1400 سنة، الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل، العلي ناكح عمر والعمر ناكح علي، أوكي ما خلفنا. شو قدمت للإنسانية؟ طلع لي واحد 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 شيء مشان أقول أبصم لك بالعشرة إنه أنت خير للبشرية، قدم لي شيء. أنا بقول لك شو قدمت. طبعاً قدمت الاختراع الوحيد اللي حصل تحت ظل الدولة الإسلامية، أنواع الزواج. لا لا، هو كان الخازوق، كآلة، خازوق آلة للقتل، اخترعتها الدولة العثمانية، الخلافة العثمانية. على كل إن أنا بصراحة الحلقة ما راح أطولها اليوم، ساعة بكفي أظن الحلقة. أنا بدي منك أخي، طبعا أنا بعتذر من الأخ محمود الخطيب، هو أنا قلت محمد الخطيب، هو محمود الخطيب، آسف كتير. وعلى فكرة أنا كان عندي صديقة من الطفولة كان اسمه جهاد الخطيب، أنا بتمنى تكون أنت من أحد الأقارب أو أحد الأصدقاء يعني. على كل إن أنا بتشكرك كتير جانو، وأنا بدي منك كلمة بهالمناسبة إنه المسلمين وتعليقاتهم وشتائمهم وسبابهم، يعني شو بتقول، شو ممكن رسالة توجهها لهم؟ بيضلوا أحبابي، لأن هم شو ما سويت شو ما قلت بيضلوا أحبابي، هم أهلي وأصحابي وبحبهم. أنا ما عندي شيء غير المحبة، ما عندي شيء غير إنه فقط برجوهم إنه يفكروا مشان أي شيء، مشان نفسهم، مشان عائلاتهم وأخواتهم وأمهاتهم، هذا هو اللي بطلب منهم. وتحياتي لك، بشكرك. شكرا لك جانا، شكرا حبيبي. على كل يعني أصدقائي، أنا بصراحة حابب أقول كلمة إنه الشتائم ما راح تفيد، يعني التعليقات، بشوف تعليقات الملحدين، أقل شيء في فكرة واضحة، في دلائل واضحة. المسلمين ما في غير شتائم،
ويا واحد بطبع لك كلمتين انه بفلان بلد عم بنتشر الاسلام وكل لغه تخريف التخريف. يعني شو عم بنتشر الاسلام؟ انا بعرف اقول لك كيف عم بنتشر الاسلام. عم بنتشر الاسلام بهجره المسلمين المضطهدين من وراء الاسلام الى اوروبا، فعم بنتشروا. يعني هذا قصدكم عم بنتشر الاسلام، ولا مفكرين انه العيون زر عم بيجي بيعتنق الاسلام؟ هل خرافات هي؟ اذا واحد اعتنق الاسلام معناتها طبل وزم، وعلى شو؟ طيب على شو بدي اعتنق؟ هل لما عم بيعتنق الالماني ولا الفرنسي ولا الانجليزي الاسلام، هل بيعرف انه في عندكم العبوديه ما زالت شغاله؟ في هل بيعرف انه نكاح الطفله مقبول ومو مقبول بس يعني نبيكم بذات نفسه مارسه؟ هل بيعرف قطع الايدين والاجرين؟ وهل الاساليب الوحشيه اقل ما يقال عنها يعني؟ فلذلك انا بتمنى من اللي بيجوا المسلمين بيجوا بيعلقوا بالشتائم. انت ما راح تستفيد شيء بالشتائم. اقول لك شغله، انت بس شتمت صدقني انا ما راح اشتم غير نبيك ودينك واللي هن اهم من امك وابوك عندك. يعني انا شخصك ما راح اشتمه، ما راح اشتم امك، ما راح اشتم شيء فيك يمس شخصك نهائيا، ولكن دينك بحطه تحت اجري، ونبيك بدي اخرب لحيته، وربك بدي احطه في تواليت. فلا تشتم مشان ما اشتم نبيك، وانقلوا عني هذه الرساله للسامع الحاضر يعلم الغايب. يعني ساشتم نبيك ورسالتك والهك الى ابعد الحدود، وإذا بدك ما ينشتم لا تشتم. بعاملك مثل ما بتعاملني، أنا بعمري ما بعامل إنسان بخلاف ما يعاملني. لما بتعاملني جيد بتحترمني بحترمك. الأخ طه اللي سويت معه حوار من كم يوم، أول ما دخل قال لعنة الله عليكم، دكتور هو، فما قصرت فيه أنا. يعني لما بيقول هيك لعنة الله عليكم ما بقصر فيه أنا. فتاني نهار الجو صار يحكي بأدب، وحكيت معه بأدب وبدنا نساوي حوار. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، نساوي حوار، ما عندي أي مشكلة أنا. بس تنزل مثل أخ زيزو هذا بده يحرق الأرض وتحرق، حرق نفسك يعني، يعني ما بتحرق غير نفسك. ومو زمن أولي، زمن أول تحول يعني. زمن الأول لما كنتوا تطلعوا على حسن أي عليهم بالسيف ومفكرين حالكم أشجع الخلق، انتهى. هلا في زمن العقل، في زمن الإنترنت، في زمن الأفكار. إذا بتقدروا تكونوا قد هالزمن هذا تفضلوا على الساحة، جيبوا دليلكم وبرهانكم وتفضلوا. ما بتقدروا تكونوا قد هالزمن هذا خلوكم على جنب. فكروا الشتائم ما راح تنفعكم. الشتائم للي ماله حيلة، للواحد رزيل. على كل أنا بشكركم كثير أصدقائي، وبشكرك أخي جانو، وأشوفكم في حلقة قادمة طبعا بكرة الساعة 8 بتوقيت لندن مع الأخ سامي في داعش لا تمثل الإسلام، والساعة 11 كان بنفس التوقيت سوينا الحلقة هاي. دقة أنا أمة الإسلام. بكل تأكيد، بكل تأكيد أنت تمثل الإسلام، وحتى جارتنا كمان، جارتنا المعايشة هي تمثل الإسلام كمان، ما في أي مشكلة. يعني الإسلام كل الناس تمثله، وديع وحمل ما في مثله نهائيا. على كل الساعة 11 كان مثل هالوقت هذا، الساعة 11 بتاريخ لندن بتوقيت لندن، راح تكون معنا الأخت رانيا في خواطر ملحدة. أشوفكم بكرة طبعا الساعة 8 بتوقيت لندن. شكرا لكم أصدقائي، إلى اللقاء.